السلام عليكم. وعليكم السلام يا كابتن. فين فريق نصر يا باشا؟ مكرم يا باشا. احسن ناس يا باشا. اسم التليم ايه بقى؟ اسلام. حبيبي يا عم اسلام، حبيبي اقسم بالله. ارفع الشعاره طبول واستئذان سلام حضور استقبال للمعلم اسلام باسم الصحبه الطيبه باسم الجامع السعيد كله. خدت بالك من الحاجه دي؟ جمتك ايه رايك؟ من حبنا حبنا شر متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهنا يحرم علينا اجتماعه. وتلا لا 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 يا باشا. سمعني شعار ابدع طبول، سمعني شعار ابدع طبول. انا مالي؟ ايوه انت بطل القطن بتاعك على القطن اصلا. لو ما سبتوش يلا على الهادي، ولو ما سبتوش على الهادي. طب لو ما سبتوش على الهادي. اتهور الحلاوة دي يا باشا. سمعني سلام بيع وضيع، بيع وضيع. اسلام بيع ايه؟ اسلام بيع واحد، اسلام اسلام باتنين، اسلام باتنين. ارفع الشعار لاسلام بيع، اسلام بيع، اسلام بيع يعني بيع وضيع. خلاص خلاص الراجل زي اتغلت مننا. انا بصراحه مش عارف ايه اللي بتعمله بصراحه يا عم. احنا بنحتفل بجد والله، ده كتير اقسم بالله كتير. مفيش حاجه كتير عليك، مفيش حاجه كتير عليك. يا عم يا عم بقى مطرطه دي يا عم. لا 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 لا، عيب عيب يا جماعه. بيغلط فيا يا عم. ايه ده؟ محدش يفيق السولو. بيغلط فيا السولو. ما عنده شكه في تكه. شكه في تكه؟ شكه في تكه. الشكه في تكه. نزلني يا عم. الشكه في تكه. الشكه فين؟ الشكة فين؟ ايوه الشكة فيك. انا اقول لك على حاجة. اقول لك ايه يا باشا؟ اقول لك على حاجة عشان انت حبيبي. غني كده. هو بس غني بس كده. صوتك ممكن يبقى حلو تشتغل معانا في الفرقة. انا غني بلا نايم. معانا قبل عيش في الفرقة. بص يا صاحبي. ارجع. انا مش صاحبك يا عم. يا عم انت بقيت صاحبنا يا باشا. لا يا عم انا مش صاحبك. اسمع مني بس، انا عايز مصلحة. لا يا عم بس ده كده. انا عايز مصلحة. اوعى يالا. طب اسمع مني. ارجع يا عم. اسمع مني. ايه يا بت؟ انت مولود عشان تبقى رقاق. اوعى يا عم، انا ماليش في الكلام الفاضي ده. انت رقاق يا عم. اوعى ايه ده؟ سيبني انا فاهم الراجل. اتفضل. بعد اذنك. اتفضل. هو مش عارف مصلحته. اوكي اتفضل. انت اللي عارف مصلحتي يعني؟ اتفضل. طب وريني مصلحتي دي ايه؟ مسكتك رقاق. مسكت رقاق. قعدتك على الكرسي قعدة رقاق. طب اهدى بقى كده واحد الله يتوصل. كلامك معايا كلام رقاق. قعدتك عليك ما تخرجنيش. قعدتك قعدتك وانت مديهم وشك قعدة ايه؟ رقاق. انت بتطبله؟ انت مش عارف مصلحتك ايه؟ سيب لي نفسك حبة. هقول لك على النهاية. انت محتاج مني دفعة. عارف ليه يا اسلام؟ وهقول لك احلى كلام. انت لازم تيجي معايا. يعني يا حبيبي ده يا بابا وابني رقاق. اقسم بالله. بس ده كلا ولا مين؟ اقعد يا اقعد يا يا اوعى يا جدع. اوعى بس. لا 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 تسمع اسلام الرقاق. انت رقاق. اوعى خد يا جدع. اوعى يا عم. ولا تفوت يا اقعد يا ولا. طب انزل لي. اوعى خد يا ابني. ده حرام انك تفتح يا ابني. الحلقه دي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم الناس يا عسل. الله يخليك يا ولد. الله يخليك. اسمك الكريم ايه بقى؟ اخوك ناصر خلف. ناصر خلف. ايوه يا باشا. انت بقى ابو كريم ولا ابو علاء؟ لا ابو مصطفى واحمد. ابو مصطفى واحمد. انا هسمعك ابدع سلام معلم ابو مصطفى. مصطفى اب 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 حبيبي يا عم مصطفى. يا مالك مالك انت؟ مالك انت؟ مالك انت؟ مالك المطاريد طريد ايه يا عم؟ انت مالك الجبل ولا ايه؟ استئذان سلام حضور استقبال. ايه يا عم في ايه؟ والصلاة على النبي. انت في الدنيا. اركب يابا. اركب يا عم. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ يا عم في كل شيء. ايه يا اسطى في ايه؟ انت عشان كده لما تيجي الناس تمر علي سلام. يا عم يا ابني يا ابني يا ابني
في الميك اب ومصطفى على ما تقفلش جاي ولا اتنايل بيا يا جدع انت حرق وجري يا روح وانت عم على حجري يا روح يا حجري يا روح يا حسن يا روح يا حسن احنا عليا عليك معتين عليك عليا عليك ايه ما تطلع عليك يا راجل ايه يا راجل فهمك اهو اسمع يا باشا انا جنين انا بعفوك ايوه يا باشا والله يا باشا اسمع قول يا باشا الله يخرب بيتك امال ايه ده فيه يا ابني سمعني سلام ايوه ذهب الجد لا 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 ايه كلامكم ماسخ يا راجل لا والله في ايه وانتوا بس يا بنت انت ايه حرمه غير ده تحشمك فيها وشنب وشنب ما رويش مالكش دعوه بالشنب شنب شنب انت يا ابني شنب كبير شنب كبير شنب كبير شنب انت يا ابني شنب خلاص يا جدعان انا بقول لك اهو خلاص يا حمد نزلوني بقى انا بقول لكم خلاص يا عم خلاص انا اعرفك من ايه يا واد انت خلاص يا حاج باشا خلاص يا حمد روح يا عم بقول له يا اسطى اطمن يا اسطى خلاص في ايه انت معانا في التيجي تاكسي احنا صور تريزي تاكسي ايه يا ولاد بتهزروا ايه؟ كاميرا خفيه كاميرا خفيه ايه؟ والله يا ولد الخربور لو وريك خربور في خد والله لا وريك خربور اقسم بالله اتوني انا عشان غريب يا عم انت غريب لا والله انت مش غريب يا عم انت امال ايه؟ هو دماغنا والله هو اللي بيجي لكم تعملوا فيه كده معلش حقك انا نذيع الحلقه دي؟ نذيعها؟ يلا بقى عمده نذيعها؟ انا وانتوا طيبين الجو حر نور مفيش مناديل عندك هنا في العربيه؟ لا والله ما فيش ده اسمه كلام؟ نعمل ايه يا باشا؟ العربيه حلوه زي دي كان مفيش مناديل حبيبي يا باشا وصباح الجمال اسمك كريم ايه؟ اسمه ميسرة ميسرة؟ بسم الله ما شاء الله منور الدنيا يا عم ميسرة عم ميسرة دي أم بلهين بقى قال ده ايه اللي فيه أم بلهين حلو اهلا صل على النبي يا عم ميسرة ده انت في الدماغ عالية قوي ارفع الشعارة طب بقول لك والاستاذان سلام حضور واستقبال للاستاذ ميسرة ايوه الاستاذ ميسرة واحد ايوه الاستاذ ميسرة اثنين تمام الاستاذ ميسرة الجامد من وحدك ولا انت شغال الاستاذ ميسرة ادوس على الزرار منين افصلك منين ميسرة ميسرة ميقيح الاستاذ ميسرة منور وحضر ونور وقال شرف فرحنا باسم الصحبة الطيبة باسم أيوة. الجامع السعيد كله من حبنا حبنا صار متاعنا متاعه ومن كرينا كرينا احنا معانا اجتماع وتا لا 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 امسك الطارة بس يا باشا ما انا ماسك الطارة انت قلقان من ايه؟ ده احنا مش قلقان من حاجة ما بقلقش انا بنحتفل اقسم بالله شغل حاجة بقى شغل حاجة؟ انا هشغلك احلى حاجة في الدنيا يا باشا حبيبي عد يا باشا اركب يا باشا اركب هتعرف حالنا يا باشا احلى مسا احلى مسا احلى مسا عليك يا باشا واحنا معانا اي حد احنا معانا الاستاذ ميسرة يا صباح الهنا والسرور صباح الهنا ارفع الشعارة طبالة والاستاذان سلام حضور استقبالنا والاستاذ ميسرة يلا واحد مالوش تاني العدد تلاتة الصحبة المربعة خمسة وش العدد ستة ستة قارعة ستة اللي بعد الستة ثمانية اللي بعد منهم تسعة الخير عشرة العشرة الطيبة ولا يا ولا يا عرباوي ولا يا ولا من القهاوي ولا يا ولا يا عرباوي باشا 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 النقطة باشا ما تكسبناش نقطة يلا يا بنت هز يا بنت هز يا بنت لو هنقط لو هنقط هنقط عشان المزة دي وماله باشا بس يا باشا احنا كلنا تحت امرك
باشا باشا يا الطلاق جرب يا باشا 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 الله يبارك لك جرب الله يبارك اقسم بالله يا باشا ادعي اهو 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 قول وريهم العند فيهم ايه هتبقى ايه النهارده قول يا باشا قول وريهم بالعيش بيه هتنقطني ايه ده ايه ده ايه ده يلا الله الله يا باشا هز معايا بسرعه ايه الحلاوه دي 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 لا ما احناش مروحين النهارده لا اقسم بالله مش شرفين دي كمان شرفين يا باشا ابو ميسره طلع الزبون ميسره ابو ميسره ده بتاع الفول والطعميه وابو ميسره اه وسع جدع يا جدع وسع بنحبك يا ابو ميسره يا جميل الله 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 يا جدع انت جدع منك ليه في ايه يا باشا يا جدع انت ايه ده اللي انتوا بتعملوه ده يا عم بنحتفل بيك مالك بتحتفلوا ايه اوعى ايدك طب روق على حالك اديني الكاش ده بس كارت ايه بس الفلوس خلاص كده كفايه فلوس ماشي يا عم وبعدين انت ما وصلتنيش اتبسطت اتبسطت وزفيناك والدنيا حلوه يعني ايه اتبسطت الناس دي ناس دي وجريه هو القعده معانا وحشه ولا ايه جبت عرق يا باشا انا جبت عرق يا باشا الناس دي وجريه انا جبت عرق يا باشا جبت عرق يا باشا جابوا منين اوريك العرق يا باشا جابوا منين وشه يا باشا فين تاني وشه يا باشا فين تاني ده يا باشا ركز معايا يا باشا ركز بقى يا باشا خلاص مش خلصنا يا باشا عايزين 50 جنيه كمان زفيت والدنيا حلوه انزل يا انزل يالا انزل يا دي اوعى ايدك يا اوعى ايدك دي انت انت انزل واحنا هنجري انا مش نازل مش نازل بس خلاص طب روق انزل يا افتح العربيه يالا افتح العربيه يا ده انا هدش لا ده تشملش تشمل ايه بقول لك ايه افتح اللي افتح لهم الباب افتح لهم الباب طب خلاص خلاص انا مش هاجي مش هاجي مش هاجي بص انا معاك على حرام ما اسيب حد فيك خلاص خلاص انت عايز فاهم ازاي ولا اي مش انا اوعى يا اسود انزل يا باب انزل لا انت لا انزل انزل ورا بوز لا 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 مش هنقدر انزل انزل خلاص خلاص انا بنصور بنهزر 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 بالله مش هقدر اكمل انت هتبدا تفرمني الفلوس بقى ظروفها يا عم الفلوس هتاخدها والموز ده هتسيبها وهتتجع خلاص بقى ما طلعت موز ده بلاستيك لا يا عم مفيش الكلام ده